تقول: هل يجوز وضع الصحف والمجلات التي فيها ذكر الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون بها أحاديث أو آيات، هل يجوز وضعها في كيس معزول ثم وضعها في سلة القمامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى واحترام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كلام أهل العلم يجب احترام ذلك كله، فإذا وجد في الصحف شيء من ذلك فإنه يجب قصه من الصحيفة، إذا أريد إلقاؤها وامتهانها يقص هذا من الصحيفة ثم يحرق أو يوضع في مكان طاهر. أما وضعه في القمامة أو في كيس معزول وداخل القمامة فهذا فيه امتهان لأسماء الله وصفاته وآياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى أهل العلم، فلا يكفي أنه يوضع في كيس ويوضع في سلة القمامة، بل يرفع في مكان أو يحرق أو يدفن في أرض طاهرة. نعم.